كم بالأستانة من معاني أثارت في حناياي الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون. فنن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام تجولت في الدولة العثمانية أبحث عن آثارهم في الصناعة، وقفت عند جوامعها لأن جوامعها تحكي تاريخ عزها في الصناعة، وقفت عند أبنيتها وعمرانها لأنها تحكي تاريخ عزها في الصناعة. تجولت في أسواقها فرأيت هذه الأشكال المختلفة والصناعات المتعددة التي كانت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الحضارة العثمانية. الصناعة في تاريخ الدولة العثمانية لون من ألوان عزهم وصفحة من تاريخ مجدهم. هنا على ثرى الدولة العثمانية جئنا لنروي يوماً من أيامهم. تتنوع الصناعات في الدولة العثمانية، ونحن الآن في مدينة أدرنة، هذه المدينة التي صارت العاصمة السياسية الثانية للدولة العثمانية لكونها تحتل موقعاً مهماً جداً، خاصة أنها تعتبر العاصمة الأولى في منطقة أوروبا، وهنا في السوق المثقف في مدينة أدرنة، وهذا السوق اكتسب بعداً استراتيجياً واقتصادياً مهماً لكون هذه المدينة صارت عاصمة أولاً، ولموقعه الاستراتيجي الثاني لأنها يعتبر بوابة آسيا إلى أوروبا من جهة اليونان وبلغاريا والبلقان أيضاً. فهذه المنطقة الآن تحولت إلى مدينة قد لا تعتبر بشهرة مدينة إسطنبول، لكنها بقيت محافظة على أهميتها الاقتصادية ولكونها تعد من أشهر المدن الصناعية. هذا المكان بقرب من جامع السليمية، وهو الذي بناه السلطان سليم، يعتبر من أشهر المواقع التاريخية والأثرية هنا، بجانب هذا السوق متحف يجسد تاريخ هذه المدينة وتاريخ الصناعة فيها. سنحاول أن نطل إطلالة سريعة عليها لنعرض جانبا من أهمية هذه المدينة من جهة، ومن تاريخ الصناعة وأهميتها في تاريخ الدولة العثمانية من جهة أخرى. الصناعة وعاء العقول ونتاج الأفئدة والبصائر، وهي مرآة المجتمعات ودليل تحضرهم أو تخلفهم. من أشهر الصناعات التي تميزت فيها الدولة العثمانية صناعة الخزف، التي كان يطلق عليها اسم كاشي، وكانت تجلب من الصين، وكان العثمانيون يقدمون الخزف الصيني على الخزف البيزنطي، ولذلك كثر في أركان الدولة العثمانية وفي مدنها بورصة، أدرنة، إسطنبول، وكانوا يجلبون إليها من ينقشها، فكانت تنقش أحياناً ينقش الخطاطون والرسامون على أنواع المعادن والخزف التي كانت تجبى للدولة العثمانية، وكانوا يوظفون هذا الخزف كما نرى في أمثال هذه الشبابيك الملونة، كما صنعوا في جامع السلطان أحمد يوم كانوا يحرصون على
طلاء الزجاج وتلوينه أيضا، حتى إنه استخدم في جامع السلطان أحمد ما يقرب من 21,000 قطعة خزف، وكانوا يحرصون خاصة في القرن السادس عشر يحرصون على جمع هذه القطع الخزف ويجمعونها في متاحف خاصة، كما صنعوا في سراي طوب كبي القصر المشهور والذي حول إلى متحف اليوم، يحرصون على أن يأتوا بهذه القطع ويخزنونها أيضا حتى بلغت أكثر من 20,000 قطعة، فهذا تميزهم بها. وأيضا كانوا يحرصون على أن يستخدموا تذهيب الورق خاصة في ورق الكتب من باب المحافظة عليه من جهة، ومن باب تزيينه من جهة أخرى. وكان الموكل بهذه المهمة يسمى ألتن ورقتشي. ألتن كلمة تركية بمعنى الذهب، فالقائم بهذه المهنة يسمونه ألتن ورقتشي، وكانوا يحرصون على أن يكون متميزا متمرسا، لا سيما بعد استقطاب العديد من هؤلاء سواء من داخل الدولة العثمانية ومدنها أو من أوروبا أو من الدول العربية أو من غيرها من الدول. هذا المتحف يجسد لنا بعض الصناعات التي كانت موجودة في الدولة العثمانية كصناعة المعادن وغيرها، وهو من ابتكار المعماري الشهير سنان باشا رحمه الله تعالى. لقد حفظت بطون الكتب أمجاد تاريخ الدولة العثمانية، لقد حفظت هذه الآثار أمجاد هذه الدولة التي بقيت إلى يومنا هذا. إن هذا التنوع الكبير في الصناعة العثمانية إنما هو جزء من تلك المساحة الجغرافية الهائلة التي بسط العثمانيون نفوذهم عليها. هذا النوع من السجاد يجسد شيئا مما تميز به العثمانيون قديما، وهو صناعة السجاد. فبورصة تميزت قبل أدرنا، ثم أدرنا قبل إسطنبول، ثم جاءت إسطنبول، ثم امتلأت جوامع الدولة العثمانية داخل إسطنبول وخارجها من صناعة السجاد الذي كان يصدر للعالم، حتى كانت إيراداته السنوية تصل إلى 8 ملايين ليرة سنويا. ولم تستورد إيران من الدولة العثمانية السجاد إلا في مطلع القرن العشرين. هذه الصناعة التي تميز بها العثمانيون ساعد على ذلك أنواع الحرير التي كانت منتشرة في الدولة العثمانية والموارد الكثيرة في إسطنبول وبورصة وأدرنا. هذه الموارد الزراعية ساهمت لا شك مساهمة كبيرة في إثراء هذا النوع من الصناعة. ومن جانب آخر تميزوا في صناعة القباقب، الأحذية الخشبية، والتي كانت تصدر إلى الخارج، وكان الأوروبيون يرسلون من يتعلم هذه الصناعة في أيام الدولة العثمانية، حتى غدت الدولة العثمانية في ذلك الوقت متميزة في صناعات عدة، صناعة الخزف والتذهيب والسجاد والأحذية والجلود أيضا وغير ذلك من الأشياء التي جعل هذا من أعظم إيرادات الدولة العثمانية وأنفعها عليها. إن هذه الغنية في الصناعة والزراعة والاقتصاد والجيش وغير ذلك هو الذي أكسب العثمانيين قوة كبيرة وحضارة فاعلة. القروش أو القروش كلمة عربية الأصل من القرش، وهو الجمع والكسب، ومنه سميت قريش قريشا، وقيل أصلها ألماني غورشن، لكن لعله من تبادل الكلمات. والقروش هي العملة التي كانت سائدة في الدولة العثمانية، كانت تسك من نحاس، ثم بعد ذلك أبدلت إلى ليرة، والليرة تعادل 162 قرش، ثم صارت تضاف إلى السلطان نفسه فيقال ليرة مجيدية، ليرة رشادية، وهكذا. بعد الحرب العالمية الأولى وبعد أن كانت العملة تسك من ذهب والاستنزاف المالي الذي حصل للدولة العثمانية، صارت حولت إلى ورق، وأجبر العثمانيون الناس على أن يكون الذهب بمثابة الورق. كثير من الناس رفض، وحتى أهل الشام رفضوا في ذلك الوقت، فصاروا يستخدمون العملة المصرية، ومنه سميت الأموال أو الفلوس أو المعادن والنقود سميت بالمصاري كما هي في اللهجة الشامية.
أصلها في ذلك الوقت لما صار أهل الشام يستخدمون العملة المصرية. لا شك أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تعد رائدة في ذلك في الجانب الاقتصادي وفي الجانب المالي، لا سيما بعد هجرة كثير من الأندلسيين، بعد سقوط الأندلس والعرب، بعد ظهور إسطنبول كعاصمة سياسية ضخمة جدا. كل هذا أثرى الحركة المالية والحركة الصناعية والتجارية في الدولة العثمانية، حتى صارت في ذلك الوقت رائدة في المجال السياسي وفي المجال العسكري وفي المجال الاقتصادي والمالي والصناعي أيضا. لم تقتصر واردات الدولة العثمانية على الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي فيما يتعلق بالصناعة وغيرها، وإنما تعدى ذلك حتى إلى الجانب الزراعي. أقف الآن على سهل من السهول المحيطة بمدينة أدرنة، والذي يصور لنا كيف استطاعت الدولة العثمانية أن تستثمر هذه السهول بما فيها من زروع وثمار في دعم اقتصاد الدولة. فمدينة أدرنة على سبيل المثال عرفت في تاريخ الدولة العثمانية بتصنيع الجبن والاستفادة من الواردات الحيوانية والنباتية، وكلما اتسعت مساحة الدولة العثمانية استفادت هذه الإمبراطورية العظيمة من تلك المدن والأقاليم والدول التابعة لها في المجال الصناعي وفي المجال الزراعي أيضا. فنجد في المجال الزراعي على سبيل المثال أن الدولة العثمانية استفادت من زرع محاصيل القمح في الشام ومصر، واستفادت من زرع زيت واستفادت من زرع الزيتون في الشام وفي الأناضول وفي البلقان أيضا، واستفادت من زرع الفاكهة في الشام وفي مصر وفي الشمال الأفريقي وفي البلقان وفي الأناضول وغيرها من هذه المدن. فحينما تكون الزراعة وهي من أعظم مقومات الدولة ودعمها الاقتصادي منتشرة بمساحات كبيرة جدا وتعتبر مدرة للدولة العثمانية، ستغنيها وتكفيها في هذا الجانب، بالإضافة إلى المحاصيل الحيوانية، فهناك الإبل والبقر والغنم بأنواعها المختلفة بكل هذه الدول وغيرها، مما يدل على الثراء العظيم في الجانب الاقتصادي للدولة العثمانية في المجال الحيواني وفي المجال النباتي أيضا. إن من أكبر دلائل تخلف الأمم أنها تستورد كل شيء من أي أحد. إنك لو قلبت النظر في كثير من الدول الإسلامية تراها متخلفة في الصناعة والاقتصاد، تراها تستورد من غيرها كل شيء. نمتلك رجالا وأموالا ونمتلك عقولا كبيرة، لكننا مقيدون بقيود العجز والكل الذي منعنا من أن نكون مستغنين بأنفسنا عن غيرنا. إن هذه الأمم التي تعتمد اعتمادا كليا على غيرها لا يمكن لها أن تنهض بنفسها. إن هذه الأمم التي تستورد كل شيء من غيرها لا يمكن أن تكون أبدا في مقدمة هذه الأمم. يا سادة، يا كرام، إذا أردنا أن نحيي تاريخ أمجادنا وأن نقفو آثارهم في النهوض بدولهم وأن نحيا كما حيت تلك الأمم قبلنا، فينبغي أن نكون معهم حذو القذة بالقذة، وأن نكون مستغنين بأنفسنا بعقولنا وطاقاتنا واقتصادنا. إن هذه الأمة أمة الإسلام أمة تمتلك خيرات كبيرة جدا، لا بد أن نضن بها حتى نبني لنا تاريخا. فمتى ما صرنا معتمدين على غيرنا لن يكون لنا عندهم احترام ولا إجلال ولا تقدير. رسالة نعيها جميعا، لكن هل نعمل على تحقيقها؟ الظن بكم كبير، وأنتم لكل خير جدير. وكم بلا ستانة مما عاني ثارت في حنايا الشجون.
من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا ترى.